بسم الله الرحمن الرحيم. مع المحاضرة العاشرة في كورس السي سي ان اي سكيورتي 210-260. النهاردة ان شاء الله هنبتدي نتكلم في موديول جديد وكلام جديد مختلف عن الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. بفكرك تاني باللي احنا قلناه قبل ما نتكلم في الموضوع بتاع النهاردة. اتكلمنا حتى الان في 3 موديولز، كل موديول كان عبارة عن مجموعة من الشابترز. اخر حاجة اتكلمنا فيها كان عبارة عن الموديول لير 2 سكيورتي، وده اتكلمنا فيه في موضوعين مفصلين عن ازاي بنعمل سكيورنج لللاير 2 انفراستراكشر والبروتوكولز. النهارده ان شاء الله بنبتدي نتكلم في جزء تاني من الكورس، وهو بخصوص الفايرولز. الفايرول موضوع مهم جدا لاي حد بيدرس السكيورتي ان جنرال والنتورك سكيورتي بشكل خاص. اي حد بيعرف نتورك سكيورتي او لا، انا عشان اتست النولج بتاعته او عشان اتاكد ان هو اوريدي عارف نتورك سكيورتي فلازم بسالك سؤال في الفايرولز. خلي بالك اللي احنا هنتعلمه ان شاء الله في المحاضرة بتاعت النهاردة والكام محاضرة اللي فاتهم اللي خاصين بالموديول بتاع الفايروول، بتعلمك البيزكس بتاعت الفايروول بشكل عام. وان كان من اول المحاضرة الجاية هنبتدي نتكلم سبيسيفيك قوي في السيسكو اي اس اي. اثناء الشغل بتاعك ممكن ما تلاقيش سيسكو اي اس اي، بس انت اوريدي عندك النولج او الكونسبت بتاع الفايروول شغال ازاي، فبالتالي اللي انت اتعلمته في سيسكو هتعرف تطبقه على اي شركه تانية ايا كان الفيندور ايه. سي ان انت مثلا اشتغلت على سيسكو، رحت لقيت فورتي جيت، لقيت بالو التو، لقيت اي فيندور اخر، الطبيعي الكلام مش بيكون جديد، هم مش بيخترعوا حاجه جديده، هم اوريدي بياخدوا 1-2 فايرول. الفايرول بشكل عام بيتطبق ازاي، انت في سيسكو كنت بتطبقه بالشكل اللي سيسكو بتقول لك عليه. في فورتي جيت مثلا او فورتي نت ان جنرال طبقته بشكل فورتي نت بتقول لك عليه، انما ككونسبتس بتاعت فاير وول او كمصطلحات او ازاي الفاير وول شغال، طبعا الكلام ده ثابت في اي شركه، وان كان سيسكو بتعطيك البيزك القوي بتاع الفاير وول اللي تخليك تمشي بيه في اي شركه تانية. عشان كده خلينا على طول نبتدي في الفاير وول وما نضيعش وقت. اول حاجه عايزك تعرفها خلال المحاضره ديت، في عندنا حاجه اسمها سكيورتي زونز. اول ما بتسمع كلمه فاير وول يبقى في سكيورتي زون. سيكيورتي زون معناها المنطقة اللي الفاير وول هيتحط قدامها او هيتحط قبلها. بمعنى انا سي ان انا دلوقتي عندي 3 نتورك، نتورك دي بنسميها انسايد نتورك ودي خاصة باليوزرز الانسايد، وفي عندي اوتسايد نتورك ودي خاصة بالاوتسايد نتورك اللي هي بنسميها الانترنت، وبيكون في دايما عندي نقطة وسيطة او منطقة وسيطة ما بين الانسايد والاوتسايد بنسميها دي ام زي نتورك. خلينا نمسك واحدة واحدة. الانسايد هم اليوزرز بتوع المؤسسه بتاعتك او بتوع الشركه او انت عندك في الهوم، ده الشبكه بتاعتك انت، جهاز بتاعك انت، عندك الراوتر خاص بيك، عندك سويتش عليه بعض اليوزرز اللي انت تعرفهم، وبالتالي في عندك الناحيه الثانيه الشبكه بنسميها الاوتسايد بتكون دايما هي الانترنت اللي هي بيجيلك منها الترافيك، بيجيلك منها عناوين الانترنت، بيجيلك منها الدي ان اس، بيجيلك منها اتش تي بي وهكذا. انا بالتالي عايز اعمل سكيورتي بتوين الانسايد والاوتسايد. ليه تعمل سيكيورتي؟ عشان امنع اي حاجه تجيلي من بره من غير ما اكون عايزها انها تتبعت لي، بنسميها البابليك او الانتراستد نتورك. واحد جاي لك من بره بيخبط عليك بيقول لك افتح لي، انت مين؟ انا ما اعرفكش، يقول لك افتح لي. طب انا ما طلبتكش اصلا عشان انت تجيلي، فبالتالي هو ده بالظبط النتورك بتاعتك بدون الفاير وول بتكون كده. انت شغال على الجهاز بتاعك عادي تلاقي فيه ان نيدد ترافيك، ان نيسيسري ترافيك، في ترافيك جاي لك من بره انت ما طلبتوش. فده معناه ان واحد عايز يعمل اتاك على النتورك او عايز واحد يخش على النتورك من غير ما يكون ليه ليجيتيميت او يكون ليه شرعيه ان هو يخش النتورك بتاعته. فانا محتاج احط فاير وول بتوين الانسايد والاوتسايد بحيث يمنع لي اي حد من بره ان هو يخش لي جوه من غير استئذان. زي ما انت شايف هنا في السهم، مجرد ما حطيت الفاير وول بيمنع اي حد جاي لي من بره ان هو يخش لي جوه، ده الديفولت رول اللي موجود جوه الفاير وول. في نفس الوقت بيسمح لي ان الانسايد يطلع عادي جدا للاوتسايد. يبقى انا دلوقتي الشبكه الداخليه بتطلع عادي للشبكه الخارجيه وترجع تاني. شرط ان اللي يكون الطلب بادئ من الانسايد، يعني الانسايد عايز يفتح موقع اوكي بيعدي من الفايروول ويرجع تاني بالموقع. انما انا ما بعملش اي ترافيك على النتورك وفجاه لقيت واحد بيبدا الاتصال من بره، بيبدا الكونكشن من بره، هو ده الغلط بقى واللي المفروض يكون فيه فايروول عشان يوقفه. طيب انا بيكون عندي بعض السيرفرات او بعض الداتا اللي بتكون شيرد ما بين الانسايد والاوتسايد. يعني عندي الناس بتوع الانسايد ليهم سيرفرات داخليه بيكلموها، وفي عندي الاوتسايد برضو لازم يتكلموا مع السيرفرات الداخليه بتاعه الشركه. فقال لك بدل ما تحط
السيرفرات تحطها في الانسايد او تحطها في الاوتسايد، انت بتحطها في نقطه وسيطه ما بين الاثنين، بنسميها الدي ام زي، دي ميلترلايزد زون او منطقه منزوعه السلاح بالظبط، اللي هي يقول لك ارض وسط، لا انا هاجي العب عندك ولا انت تلعب عندي، بدل ما الجمهور بتاعك يضربني ولا انا الجمهور بتاعي يضربك، تعالى يا عم نلعب في ملعب خارجي الجمهور ده احنا ما نعرفوش. فبالظبط هي دي الدي ام زي. فالدي ام زي دي بتكون منطقه وسط ما بين الانسايد والاوتسايد، دي بنسميها ليس تراستد وليس بروتكتد. المنطقه ديت مين اللي بيكون لي اكسس عليها؟ الناس بتوع الانسايد وكمان الناس بتوع الاوتسايد. يبقى بدل ما بسمح ان الاوتسايد يخش لي على طول على الانسايد عشان يشوف السيرفرات، فانا بقول لك لا مالكش حجه، انا هحط لك السيرفرات في منطقه بعيده عن اللوكال اريا بتاعتي، بحيث انت لو حتى خبطت فيها يبقى الموضوع اللي اتضر او المنطقه اللي اتضرت هي الدي ام زي نتورك فقط، انا كانسايد ما اتضرتش. في نفس الوقت الناس بتوع الانسايد اللي عايزين ياكسسوا السيرفرات بقول لك روح لها للدي ام زي بحيث تكون بعيد عن الانسايد بتاعتك. تاني يبقى الفاير وول، اول ما تسمع كلمه فاير وول في انترفيو حتى دايما يقول لك احنا ليه بنحتاج فاير وول، تقول له عشان نوقف الان نيدد ترافيك. ان نيدد ترافيك يعني ترافيك انا مش عايزه، فحطيت فاير وول اللي هو بنسميه جدار اوتوماتيك، اي حاجه جايه من بره هتقف، انما اي حاجه بادئه من جوه هتطلع عادي من الفاير وول وترجع تاني. طيب لو في حاجات من الاوت سايد عايز يكون ليها اكسس في الانسايد، فبقول لك حطها في دي ام زي. يبقى الدي ام زي دي نقطه ما بين الانسايد والاوت سايد، حطيت فيها الحاجات المشتركه اللي ما بين الانسايد والاوت سايد. كويس قوي. الخصائص العامه بتاعت الفاير وول، الفاير وول اصلا لازمته ايه؟ الفاير وول بيعمل لي حاجه اسمها باكيت فلتر في الراوتر او السويتش. طبعا خلي بالك انا دلوقتي بكلمك على الفاير وول مش كابلاينس او كهاردوير، يعني انت ممكن تسطب الفاير وول كابابيلتيز او تخلي الراوتر او السويتش بتاعك يشتغلوا كفاير وول عن طريق انت بتعمل انيبل لحاجه اسمها باكيت فلتر. يعني انت لو ما عندكش فاير وول بس انت شاري هاردوير، شاري سويتش او راوتر، السويتش ممكن تشغله كبيزك فاير وول. فبالتالي انا بعمل باكيت فلتر. باكيت فلتر يعني بيكون في ترافيك جاي لي بعدي ترافيك معين وفي ترافيك تاني بوقعه، يعني بوقف واحد بالظبط حارس على العماره بتاعتي او المبنى اللي انا قاعد فيه. الحارس ده كل مهمته اي حد داخل المبنى بتاعي او العماره يقول له استنى انت مين، يقول له انا اسمي كذا. فالحارس انا بكون معرفه الليسته بتاعت الاسماء اللي انا عايزها تعدي، فبيشوف كل واحد جاي يقول له استنى اما اشوف اسمك موجود عندي ولا لا، وايه الشروط اللي موجوده عندي قدام اسمك. فبالتالي الباكيت فلتر ممكن اشغل فاير وول كباكيت فلتر على الراوتر او على السويتش، او ممكن اشتريه كابلاينس بحد ذاته. يعني بروح الشركه، شركه بتبيع البرودكت بتاعت نتورك، بقول لهم انا عايز فاير وول، يقول لي انت يا فندم انت ممكن تشغله على الراوتر او السويتش، اقول لهم لا انا عايز اشتريه كهاردوير، عايز اشتري جهاز اسمه فاير وول، يبقى ده بتاع فاير وول بس. وكمان ممكن اخلي اعمل انتجريتنج للمالتيبل هوست والابلاينس، يعني ممكن يكون عندي اوبريتنج سيستم خاص بالفاير وول اسطبه على في ام وير او اسطبه كسوفت وير، يعني مش لازم يكون عندي الهاردوير بتاعه. يبقى دي التلات طرق اللي انا بستخدم فيهم الفاير وول، يا اما بفعل الفاير وول كابابيلتيز على الراوتر او السويتش بتاعي لو هو في خواص الفاير وول، او ان انا بشتريه كابلاينس، ابلاينس يعني هاردوير، او ان انا بعمل له انتجريت في النتورك بتاعتي عن طريق ان انا بجيب الاوبريتنج سيستم بتاعه وبحطه على في ام وير، يبقى في عندي زي كيسه كده او سيرفر فاير وول انا مسطب الاو اس بتاعه انا بنفسي. طيب الريكويرمنت بتاعت الفاير وول، طبيعي انت عندك حطيت فاير وول في النتورك، فالفاير وول ده لازم بيعمل حاجات معينه. فالحاجات الاساسيه الفاير وول بيعملها ان هو بيكون ريزيستنت تو اتاكس، طبعا بيوقف لي الاتاكس. انت بالظبط جايب حارس وقفته قدام العماره، مش هتجيبه ويقعد نايم يعني، فاي حد ويخرج يدخل او يخرج وهو نايم، انت جبت حارس يبقى لازم بيكون هو بيوقف الاتاكس. فدي اول خاصيه في الفاير وول، بجيب الفاير وول عشان يكون يقدر يقاوم الاتاكس بتخش على النتورك بتاعتي، ودايما بيكون هو نقطة النقل الوحيدة ما بين النتورك زون. زي هنا أنا حطيت هنا الفاير وول بتوين النتورك زونز بتاعتي أو ما بين السكيورتي زونز، ما حطوش مثلا جوه الإنسايد وما حطوش جوه الأوتسايد، ده هو بيكون وسيط في النص، يعني لازم أي حد من الناحية دي يروح للناحية دي لازم يعدي بالفاير وول نفسه. وطبعا أنا لما أجي أعمل كونفجريشن فاير وول على حسب الأورجنايزيشن سكيورتي بوليسي. يعني إيه سكيورتي بوليسي؟ اتكلمنا فيها في الجزء النظري بتاع الكورس، ان اي سيكيورتي داخل مؤسسه او داخل المنشاه بتاعتي لازم بيكون بيزد على بوليسي. بوليسي يعني في اتفاقيه كده الشركه عاملاها، احنا لما نيجي نعمل باسوردات بنعملها طول الباسورد قد كذا، بنعمل قوه الباسورد يكون في علامات خاصه ويكون في حروف ويكون في ارقام حروف كابيتال وارقام،
لما نيجي نعمل الفاير وول بنحط في كل زون قدامها بنحط فيه فاير وول، وفي فاير وول مجمعهم كلهم. لما نيجي مثلا نحط الراوتر بتاعي بحطه مثلا قبل الفاير وول، لما اجي احط جهاز اسمه اي بي اس بحطه بعد الفاير وول. الكلام ده كله دي حاجه اسمها السكيورتي بوليسي، انا كانجينير دخلت انفذ لكم بروجكت عندكم في المؤسسه او في الشركه، ما بشتغلش من دماغي، ما بفتيش او ما بألفش، انا اوريدي بقول لكم يا جماعه ايه السكيورتي بوليسي اللي عندكم، وعرفوني بعد اذنكم ايه الاجهزه اللي موجوده هنا. يعني دلوقتي جاي اعمل لكم امبلمنتيشن لجهاز جديد، لديفايس جديد، فلازم اعرف اوريدي ايه هي الديفايس اللي موجوده قبل كده، بحيث لما احط الجهاز بتاعي ما يعملش كونفليكت مع الجهاز الموجود، هو يعمل انتجريت. انتجريت يعني يكملوا شغل بعض، انما كونفليكت لا. اوكي. وكمان الفاير وول لما باجي احطه بيتحط في اللارج سكيورتي اركتكشر سوليوشن، لازم بيكون ده عضو اساسي من ضمن الحاجات الاساسيه لما اجي اعمل ديزاين او اركتكشر للمؤسسه. ما ينفعش شركه من غير فاير وول، ما ينفعش في انترنت لاين داخل المؤسسه من غير ما يكون في فاير وول بعد الانترنت لاين ده. ما ينفعش ادخلك في الترافيك وبعد كده اقول لك كده كده الاجهزه او اليوزرز عندهم كل واحد انتي فيروس خاص بيه. طب انا دلوقتي كنت عايز حارس اساسي بيفلتر الترافيك اللي داخل النتورك، كده كده في انترنت سيكيورتي او فاير وول اوريدي موجوده على الاو اس سواء ويندوز او لينكس مثلا، هو عندهم اوريدي الفاير وول بتاعهم، بس ده بيديتكت الاتاكس اللي داخله للديفايس نفسه او الهوست. انما انا حاليا كنت عايز جهاز يوقف لي الترافيك ويفلتره اللي داخل للنتورك كلها. فعشان كده دايما لازم بعمل حسابي في اي سيكيورتي بتطبق في الشركه، لازم بقول لك الفاير وول لازم يكون عضو اساسي من الحاجات الموجوده. طيب انا هنا عايز اتكلم على الباكيت فلتر بالتفصيل، عشان الباكيت فلتر يمكن ده المحور الاساسي بتاع كلامنا في الكونفيجريشن بتاع الاي اس اي ان شاء الله في المحاضرات الجايه. كل كلامنا هقول لك دلوقتي احنا عملنا باكيت فلتر. يعني ايه باكيت فلتر؟ باكيت فلتر معناها ان انا بعمل كنترول للاكسس عن طريق الباكيت باي باكيت بيزس. يعني زي ان انت عندك جهاز رايح لجهاز تاني، ببتدي افلتر الباكيت بتاعتي. زي هنا مثلا عندي ده مثلا الفاير وول بتاعي، ده طبعا راوتر فاير وول، عندي هنا في نتورك وفي عندي هنا نتورك تاني، دي بنسميها اليوزر وده السب نت، طبعا كل واحد ليهم ليه سب نت خاص بيه. الباكيت فلتر بقول لك ان انا ببتدي امسك باكيت باكيت، ببتدي اقول لها انت تعدي ولا ما تعديش. كمثال عندي مثلا اكس ليست 100، جيت هنا قلت له جوه الراوتر فاير وول قلت له اعمل لي بيرميت للترافيك الخاص بالتي سي بي من اي حد رايح للسيرفر 10 10 10 10 ويكون عايز يفتح عنده موقع ال HTTP اللي هو www. وكمان في نفس الاكس ليست اعمل لي بيرميت لاي حد جاي فاتح تي سي بي عشان يروح لل 10 10 10 10 بال HTTPS اللي هي 443. وكمان اعمل لي بيرميت لاي حد رايح للهوست 11 عشان يفتح ال HTTP والهوست 11 عشان يفتح HTTPS والهوست 12 عشان يفتح لي FTP والهوست 12 عشان يفتح لي FTP داتا، واعمل لي ديناي لاي حد تاني. يعني انا مسكت الهوستس اللي هنا قلت لو الهوستس اللي هنا رايحين للسيرفر ده يفتحهم ويب عديهم، ولو رايحين للسيرفر ده يفتحوا HTTPS عديه، ولو رايحين للسيرفر اللي تحت ده يفتحوا HTTPS عديه، ولو يفتحوا عليه ويب عديه، ولو رايحين للسيرفر اللي هو ال 12 يفتحوا عليه FTP عديه، ولو رايحين لل 12 يفتحوا عليه FTP داتا عديه. يبقى انا دلوقتي بمسك باكيت باكيت بعملها كرول داخل الفاير وول بتاعي، يبقى دي معناها الباكيت فلتر. بعمل بيرميت او ديناي ديسيشن على حسب الباكيت كونتنت. يعني هنا الباكيت بتاعتي بقول لك محتواها ايه، لازم الباكيت تكون تي سي بي والترافيك او الريكوست اللي جاي فيها يكون HTTP او HTTPS. يبقى انا دلوقتي على حسب الكونتنت اللي انت حاطه في الباكيت عملت لك الديسيشن ان انا اعدي ولا امنع. طبعا الديفرنشيشن او الاختلاف ما بين كل باكيت والتانيه بيكون على حسب البروتوكول والسورس والديستنيشن اي بي ادرس وكمان البورت نمبر بتاعي. وكمان ممكن العب في التي سي بي فلاجز فقط، بشوف التي سي بي فلاجز هل انت هيعمل دار ست ولا هيعمل اك ولا هيعمل ايه بالظبط. الباكيت فلتر ممكن انفذها على السيسكو اي او اس راوتر اند سويتش از اكسس ليست. انا هنا لما كنت قلت لك لما نيجي نعمل امبلمنتيشن الفاير وول ممكن اول حاجه يشتغل كباكيت فلتر على الراوتر او على السويتش، او ممكن يشتغل كابلاينس، او ممكن يشتغل كاوبريتنج سيستم اللي هو او اس.
هنا احنا بنعمل باكيت فلتر لو انت عندك الشركه بتاعتك مفيش فيها غير راوتر او سويتش. فانا مفيش عندي راوتر او سويتش غير راوتر او سويتش، فممكن اعمل باكيت فلتر. باكيت فلتر دي تعتبر دي البيزكس بتاعت الفاير وول، ان انا ببتدي انفذ الباكيت فلتر على الراوتر او على السويتش بتاعي، طبعا يكونوا شغالين بالاي او اس، عن طريق ان انا بنفذهم عن طريق اكسس ليست، وهو ده شكل الاكسس ليست. يبقى الاكسس ليست ديت تعتبر هي خاصيه الباكيت فلتر على الراوتر او على السويتش. يبقى اللي قدام ده بنسميه راوتر فاير وول، يعني راوتر عليه خصائص الفاير وول. في عندنا نوع تاني من الفاير وولز وهو اسمه ستيتفول فاير وولز، وهو ده الاساسي اصلا بتاع الكورس بتاعنا. ستيتفول فاير وول قال لك ده بيعمل كنترول للاكسس عن طريق ان هو بيعمل سيشن باي سيشن بيزز. هنا الباكيت فلتر كان بيعمل باكيت باي باكيت، ببتدي اشوف باكيت باي باكيت، انما ستيتفول بقول لك انا بشوف السيشن اللي شغاله حاليا بعمل لها ديناي او الاو. خلي بالك بيقول لك اي سيشن شغاله على الفاير وول بتكون متسيفه في جدول اسمه ستيت تيبل، ببتدي اعمل اكسس كنترول اخليه يعدي او ما يعديش على حسب النتورك، وان كان شغاله بانهي بروتوكولز في الابلكيشن لاير بالظبط، وممكن كمان انفذها عن طريق الاكسس كنترول ليست. احنا بقى بنسمي الستيت فول فاير وول، هو ده الفاير وول المهم اللي عندك في الشبكه. لو تفتكر معايا من البرزنتيشن ديت او هنا، سين الجهاز ده قلت لك ده انسايد، يطلع على طول الاوت سايد ويرجع عادي جدا من غير ما حد يقول له حاجه. انما الفاير وول ده او لو حد جاي لي من الاوت سايد عايز يخش على الفاير وول بتاعه ويخش على الانسايد، الانسايد بتوقف، الفاير وول بيوقف. الستيت فول فاير وول لو ده ستيت فول فاير وول بيقول لك انا بتتبع السيشن اللي بتخرج من خلالي، واول ما السيشن دي تقفل انا بقفل. يعني لو الجهاز الهوست ده بدا الاتصال من هو من جوه من الانسايد نتورك وخرج من خلالي، فهو حاليا فتح سيشن. انا كفاير وول بعمل حاجه اسمها ستيت فول فلترنج او ستيت فول فاير وول، ان انا ببتدي ابص على السيشن اللي عدت من خلالي وببتدي اراقبها لحد ما تطلع بره الانترنت وتكمل وترجع لي تاني. يبقى انا دلوقتي كفاير وول بخلي الفاير وول بتاعي مفتوح لحد ما السيشن اللي اتفتحت تكمل وترجع تاني وتتقفل. ده كده اسمه ستيت فول. يبقى انا شفت السيشن بتاعتك. تخيل مثلا في هنا ثلاثة هوست فاتحين، يبقى انت هيفتحوا ثلاثة سيشنز، يبقى عندي الفاير وول شايف ان في ثلاثة سيشنز مفتوحين، الفاير وول بيفضل مفتوح لحد ما السيشنز دي تتقفل. طب بيخزن فين السيشن زياد؟ بيخزنها عنده في جدول اسمه ستيت تيبل. كويس قوي. طبعا الستيت فول فاير وولز هو ده المحور الاساس بتاعنا في الكلام في المحاضرات الجايه ان شاء الله بالنسبه للاي اس اي فاير وول، الفاير وول بتاع سيسكو. في نوع تاني من السكيورتي ممكن نعملها في النتورك بعيدا عن الفاير وول، وده بيكون اسمه بروكسي سيرفر. فانت ممكن تسمع ان البروكسي سيرفر بيكوال الفاير وول، شركه ما فيش فيها فاير وول بس بتقول لك احنا عندنا بروكسي سيرفر. هو البروكسي سيرفر فكرته زي الفاير وول. البروكسي سيرفر بيكون وسيط ما بين الانسايد وما بين الاوتسايد، ما بين البرايفت نتورك وما بين الانترنت. الكلاينت لو عايز يطلع على السيرفر، الكلاينت ما هوش شايف غير البروكسي. الكلاينت بيبعت الريكوست بتاعه للبروكسي، والبروكسي بيبعت الريكوست بتاعه للسيرفر. يبقى انا دلوقتي ككلاينت مش شايف غير البروكسي ده، يبقى هو ده نقطة الحماية بتاعتي. السيرفر لما يجي يرد او الناس بتوع الانترنت يجي يردوا على الانسايد نتورك، ما هماش شايفين الانسايد نتورك، هما مش شايفين غير البروكسي. فنقدر نقول ان البروكسي يعتبر دي نقطة وسط ما بين الاتنين. بيقول لك البروكسي بيكون ليه سبيشاليزد كودينج، انا ممكن اعمله بعض الكونفيجريشن بحيث اقول له انت تشوف مين وما تشوفش مين، وممكن في بعض الاوقات ان انا اشغل بروكسي كترانسبيرنت، ان انا اخليه شفاف، ان انا اخلي الكلاينت يطلع على طول للسيرفر او العكس. بس في النتورك اللي بتطبق سكيورتي مفيش عندها فاير وول، بيقول لك احنا عندنا بروكسي وبنخلي البروكسي سيرفر زيه زي الفاير وول بالظبط. طيب سي ان انا كان عندي بروكسي سيرفر وعملت معاه انتجريت مع الفاير وول، يعني ضفت فاير وول مع البروكسي. ففي الحاله بتاعتي كده كده البروكسي بيباصي الترافيك بتاعه للفاير وول. كمثال مثلا هنا عندي الويب كلاينت عايز يفتح موقع مثلا، فالريكوست ده بيطلع من الكلاينت بتاعي بيوصل للبروكسي. البروكسي بعد كده بياخد الطلب من الكلاينت ويبعته للسيرفر.
السيرفر لما بيجي بيرد على البروكسي، والبروكسي بعد كده بيرجع تاني يرد على الويب كلاينت. انما الويب كلاينت لو حب يطلع على طول على الانترنت، هنا الفاير وول بيوقفه، يقول له انت ممنوع، انت لازم بتعدي على البروكسي سيرفر. في نفس الوقت الفاير وول هو اوريدي عارف ايه الترافيك بالظبط اللي معدي عن طريق النتورك، عن طريق ان البروكسي بيبعت له الترافيك اللي بيعدي على النتورك بالظبط. فيبقى الفاير وول دي نقطه حمايه تانيه للنتورك بتاعته. عشان في بعض الاوقات في ناس تقول لك لو في بروكسي داخل المؤسسه بتاعتي انا ممكن اعمل جامب او اعمل باي باس للبروكسي ده، ان انا بقنع الكلاينت بتاعي ان هو الترافيك بتاعه ما يبعتوش للبروكسي، بيبعته لاي حد تاني بعناوين تاني. انا مثلا منظبط داخل الكلاينت بتاعي ان انا كل مره عشان اطلع انترنت لازم بعدي على البروكسي على العنوان بتاعه اللي اسمه كذا كذا كذا. انا ممكن اظبط الكلاينت بتاعي ان هو يعمل باي باس للبروكسي ويبعت الترافيك للانترنت على طول، ان انا ممكن انزل عندي هنا اي برنامج بيعمل حاجه اسمها في بي ان كونكشن، زي مثلا الهوت سبوت شيلد. البرنامج ده مشهور قوي ان هو بيفتح المواقع المحجوبه، المواقع المحجوبه هو البروكسي هو اللي بيكون حاجبها لي. طيب لو انا ضفت في النتورك بتاعتي ستيتفول فاير وول، حتى لو انت شغال هنا بالهوت سبوت شيلد برضو الفاير وول هيوقفك. الفاير وول هيتلاقيك انت بتعمل كونكشن، بتعمل له استابليش من جوه كده كده. انت لو حبيت حتى ما تعديش على البروكسي وهتعدي على طول من النتورك من هنا، انا هنا موقف لك حارس اهوت، بقول لك انا اسف انت كده كده مش هينفع تعدي ثرو الستيت في الفاير وول، لازم بتبعت الريكوست بتاعك للبروكسي. فنقدر نقول الستيت في الفاير وول دي نقطه حمايه تانية انا بضيفها في النتوركس اللي موجود فيها بروكسي سيرفر فقط. بضيفه ليه؟ عشان ممكن الكلاينت بتاعه يعمل باي باس للبروكسي، ان هو يسطب اي كلاينت يخليه يخرج للانترنت بعيدا عن العنوان بتاع البروكسي. فانا هنا موقف لك الفاير وول عشان يوقف الترافيك ده. في عندنا نوع تاني من الفاير وول اسمه نيكست جينيريشن فاير وول. النيكست جينيريشن فاير وول ده انت حاليا كسيستم سكيورتي المفروض تعرف عنه البيزكس فقط، انما في السيستم بي سكيورتي هيقول لك حاليا دي جينيريشن جديد من الفاير وولز، سيسكو مطلعاها او شركات تانية كتير مطلعاها. الفاير وول ده بقى فيه انتجريشن لسيرفيسز كتير، بيعمل لك يو ار ال فلتر، يعني الموقع ممكن افلتره لك، بيعمل لك الابلكيشن فيزابيلتي اند كنترول، بشوف ايه الابلكيشن اللي انت شغال بيه على النتورك وبقول لك ده مسموح بيه او لا. في كونتكست اويرنس، بشوف ايه بالظبط اللي انت بتفتحه. في اي بي اس سيستم، في ايدنتيتي بيزد اكسس، في ادفانسد ميد وير بروتكشن. فيعتبر بقى هو منظومه شامله للسكيورتي. الفاير وولز الاول كانت بتعمل الحاجات البيزكس اللي الفاير وول بيعملها، بس عشان الفاير وول يشتغل لازم يكونش معاه شغال معاه بروكسي، شغال معاه جهاز تاني بيعمل لي فلتر للويب سايت، شغال معاه جهاز تالت بيعمل لي فلتر للسبام مثلا او الفيروسات او التروجنز. انما حاليا نيكست جينيريشن فاير وول فبقى جهاز واحد فيه كل الخصائص بتاعت الفاير وولز الحديثه. اوكي طيب اخر حاجه هنتكلم عنها هي اللوجينج، ودي بيعرفك ان الفاير وول بيعمل جنريت للوجينج داتا كتيره جدا، فبالتالي لازم يكون في عندي لوجينج سيرفر موجود في النتورك بتاعتي، بحيث اي حاجه بتحصل في النتورك بتاعتي هي اوريدي بتروح كلوجينج. انا حصل اتاك للنتورك وانا مش موجود، او حصل اي حاجه وانا عايز اعمل لها بعد كده اناليسز، انا اوريدي بروح للمكان اللي فيه اللوجينج داتا بتاعتي وابتدي اشوف اللوجينج مسج اللي طالعه. اللوجينج مسج دي بتساعدني ان انا اعمل ديتكت، اقول لك الاتاك ده حصل منين بالظبط، ودخل لي بانهي فولنرابيلتي او انهي ثغره، وبالتالي لو عندي مونيتورنج تول ممكن اخد منها كابشر من اللوجينج ده واخلي المونيتور تول تعمل لي اناليسز ليها بالظبط، بحيث احدد مكان الترافيك وحصل امتى وحصل ازاي وحصل ليه، وكمان ايه الريكومنديشن عشان اقفل الموضوع ده. طبعا اللوجينج ده ثابت معانا من ايام السيس ان ايه، كنت دايما بقول لك بص على رسائل اللوج، حاجه حصلت وانت مش موجود، حاجه حصلت وده الاثبات بتاعها او ده البروف ان هي حصلت، فدايما اللوجينج لازم بيكون موجود. وطبعا ده من ضمن الحاجات اللي احنا هنشوفها ان شاء الله في الفاير وول واحنا شغالين. بكده انا اكون خلصت المحاضره بتاعه النهارده، اشوفكم في المحاضره الجايه باذن الله.